تأتي إلى حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. حقيقة إذا نأخذ هذه المناهج، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: فوالله قسم ما أغضبتها مرة واحدة، ما أغضبتها أن أعمل شيئا يغضبها، فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. هذا من هذا الجانب. أكو عندنا هذا الشيء؟ بلي أكو. الذين ساروا خلف علي وفاطمة صلوات الله عليهما أكو هذا الشيء. في حياة آبائنا كان أكو هذا الشيء، في حياة أجدادنا كان أكو هذا الشيء. إحنا من الآن إذا نبدأ أيضا حياتنا تتبدل. ليش حياتنا جحيم؟ فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على شيء حتى قبضها الله عز وجل. وما هذا الجانب الثاني؟ وما أغضبتني ولا عصت لي أمرا. هذا من هذا الجانب، من جانب الرجل، وهذا من جانب المرأة. في يوم من الأيام، هذه الرواية مذكورة في البحار، هذا منهج لنا في الواقع. في يوم من الأيام الإمام يأتي إلى دار الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ويقول لها: هل عندك شيء؟ أكو طعام في هذا البيت؟ فقالت الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها: منذ 3 أيام لا يوجد في بيتنا طعام. 3 أيام. فقال أمير المؤمنين: لماذا لم تخبريني؟ فقالت: إن أبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، نهاني عن أن أسألك شيئا. أكو في بيوتنا هذا الشيء؟ أكو؟ المرأة لا تسأل الرجل، الرجل إذا جاب شيء فبها ونعمت، إذا ما جاب شيء المرأة تقنع بما هو موجود. نهاني أن أسألك شيئا، المرأة لا تكلف الرجل شيئا، والرجل لا يكلف المرأة شيئا. المرأة أحبت تفعل، ما فعلت لا يكلفها.